قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، كما قالوا للوط عليه الصلاة والسلام، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، سنطردكم من قريتنا، تخالفوننا، أن هؤلاء هم الملأ، هم أهل القوة والسيادة في البلد، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. هذا وعيد، تهديد. في بديل؟ قالوا أو لتعودن في ملتنا، اختاروا تعودون في ملتنا أو نخرجكم من قريتنا، ماذا تريدون؟ وهنا إشكال، أو لتعودن في ملتنا، والإشكال يتمثل أنهم يقول لشعيب تعود في ملتنا، هل كان شعيب على ملتهم؟ إن هل كان شعيب كافرا؟ هل كان شعيب يعبد الأيكة معهم أم ماذا؟ لأنه يقول تعود إلى ملتنا، يعني تعود إلى ما كنت عليه، حتى تعود جزيرة العرب مروجا ونارا، أي ترجع. قال أهل العلم تحتمل ثلاثة معاني، انتبهوا. المعنى الأول أو لتعودن في ملتنا، أي بمعنى تصيرون إلى ملتنا، ما في رجوع، وإنما عاد بمعنى صار، عاد بمعنى صار، كما قال الله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى صار كالعرجون القديم. عاد الشباب شيبا، يعني صار الشباب شيبا. عاد الخل خمرا، أي صار الخل، أو عاد الخمر خلا، أي صار الخمر خلا. فيقول ما في عودة، وإنما عاد بمعنى يصير، وهذه معروفة في لغة العرب. إذا معنى كلامهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتصيرن إلى ملتنا، وليس معناه ترجع، وإنما تصير، عاد المعنى صار. هذا المعنى واضح جدا، وهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم. المعنى الثاني أو لتعودن في ملتنا، وإن كان الخطاب إلى شعيب إلا إنه المراد به أتباع شعيب عليه الصلاة والسلام، أتباع شعيب، لما كان شعيب واحدا وأتباعه كثر فخوطب الكثر وصار شعيب من ضمنهم لكنه ليس معهم، فيقصدون أو لتعودن في ملتنا، أي الذين تركوا ملتنا وهم أتباع شعيب وليس شعيبا، لأن شعيب في الأصل ما كان على ملتهم. هذا القول الثاني، أن المراد أتباع شعيب وليس شعيبا النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان على ملتهم قبل أن يبعث، وكان من ضمن قومه، رجل من قومه، ثم اختاره الله من قومه سبحانه وتعالى وأوحى إليه فصار رسولا صلوات ربي وسلامه، ولا يؤاخذ بما قبل الرسالة. إذا هذه ثلاثة أقوال، إما لتعودن في ملتنا أي تصيرون إلى ملتنا، أو تعودن في ملتنا المراد أتباع شعيب وإنما خوطب شعيب لأنهم أتباع له، وإما أن شعيبا داخل معهم صلوات ربي وسلامه عليه لكنه كان على دين قومه ثم بعد ذلك اجتباه الله جل وعلا واختاره رسولا، والأقرب الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعده الثاني وآخرها الثالث. وفي كل قول من هذه الأقوال هناك من تبناه من أهل العلم ودافع عنه. قال أولو كنا كارهين، يعني شنو غصب؟ غصب نعود إلى ملتكم حتى لو كرهنا ذلك؟ طيب لا نريد أن نعود إلى ملتكم، لماذا تخرجوننا من بلادنا؟ أولو كنا كارهين، أو يكون المعنى كذلك، أولو كنا كارهين حتى لو قلنا لكم عدنا إلى ملتكم ونحن مكرهون على ذلك لا نعود، لأن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي شيء يعمله الإنسان وهو مكره عليه فإنه لا قيمة له، فلا قيمة للعودة إذا عادوا مكرهين، لا قيمة لها، أنهم مكرهون على هذا
الأمر. وإذا قال أولو كنا كارهين، يعني تقبلون هذا حتى لو كنا مكرهين على هذا؟